يبدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيارة رسمية للأردن، تأتي قبل انعقاد الدورة 28 للقمة العربية التي من المقرر أن تستضيفها المملكة الأردنية. كما تأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولتين، والتي شهدت خلال الأعوام الماضية تسارعا ونموا بعد إعلان الحكومتين إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في نيسان أبريل الماضي. للحديث حول هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو نائب رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور جواد العناني، ورئيس تحرير صحيفة عكاظ السيد جميل أذيابي. ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. أبدأ معكم ضيوفي الكرام. أولا دكتور جواد، هذه الزيارة التي يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز قبيل انطلاق القمة تأتي امتدادا للعلاقة التاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من 8 عقود. أولا نحن علاقتنا مع المملكة العربية السعودية علاقة عميقة جدا، لأن المملكة العربية السعودية بقيت دائما وباستمرار وفية لكل عهودها مع المملكة الأردنية الهاشمية. والواقع أن في شهر أبريل نيسان الماضي حصل اجتماع في العقبة اتفق فيه بين جلالة الملك عبد الله وسمو ولي العهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان على إنشاء مجلس التنسيق الذي ذكرته. وفي نفس الوقت قامت المملكة الأردنية الهاشمية بإصدار قانون خاص يسمح بإنشاء شركة سعودية تقوم بالاستثمار في الأردن بمشاركة أردنية وضمن مشروعات لها أولوية في المملكة الأردنية الهاشمية دون أن يكون في هنالك شروط معينة مسبقة على هذا الأمر. وقد تم إنجاز هذه الاتفاقية وهي تأتي تتويجاً لحجم الاستثمار الذي يجمع البلدين، لحجم التبادل التجاري، أن الأردن والمملكة العربية السعودية هم أكبر شريكين، والمملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر في المملكة الأردنية الهاشمية. فالعلاقة أصبحت الآن علاقة استراتيجية، يعرف كل منهما أن أمن واحد منهما هو أمن الآخر، وأن مستقبليهما إن شاء الله مرتبط مع بعضهما البعض، وأن في هذا الخير الكثير إن شاء الله لكلا البلدين. نعم سيد جميل، هذه الزيارة التي يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز تأتي امتدادا أو تمهيدا لما قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الفترة الماضية حينما بدأ هذه المشاورات. تأتي الزيارة تمهيدا أو نتاجا لهذه الزيارة حينما يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز في مرافقا له وفدا كبير سواء كان سياسيا أمنيا اقتصاديا في زيارة إلى الأردن. طبعا دعني أوضح نقطة معينة، وهو أنه المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية يعني يعلمان جيدا بأن هناك كثير من التحديات والاستحقاقات في المرحلة الراهنة والمرحلة المستقبلية. لا شك أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى عمان تعيد رسم نقاط الالتقاء تجاه ملفات ثنائية وإقليمية ودولية، لكنه هذه العلاقة أيضا يراد لها أن تعزز نحو التعاون والاستمرار نحو التعاون، لكن بالنهوض أيضا لتدشين مرحلة جديدة من هذا التعاون نحو حلحلة كثير من الأزمات والملفات العالقة والملتهبة والساخنة في منطقة الشرق الأوسط. نعرف أنه كثير من هذه التحديات في بالنسبة لموضوع مكافحة الإرهاب أو أيضا في الأزمة السورية أو أيضا التدخلات الإيرانية في المنطقة، لكن أيضا البلدين ذهب إلى شيء آخر وهو موضوع تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري التجاري نحو تأسيس شراكة بشركة أردنية سعودية قابضة، وهو اتجاه نحو العمل المؤسسي. يعني المملكة العربية السعودية في عقود ماضية تقدم النفط إلى الأردن بأسعار تفضيلية، لكن أيضا العمل الاقتصادي والعمل الاستثماري الذي ممكن أن يحقق آلية عملية اقتصادية ذات ربحية لكلا البلدين نحو الاستثمار أيضا في تمكين الشباب، توسيع عمل المرأة، أيضا كيفية أيضا تعزيز هذا العمل الاقتصادي، هذا ما أسس له مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي. المرحلة مهمة، التفكير السعودي الأردني وهو
وهذه أول زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى عمان منذ أن تولى الحكم في 2015، ولا شك بأنه هي طريق جديد وجادة جديدة نحو تحقيق كثير من أحلام أيضا البلدين بما يمكنهما للعمل العربي المشترك أو الوصول إلى السوق العربية المشتركة. نعم، أيضا دكتور، يعني التطابق في وجهات النظر في كثير من الملفات والقضايا سواء كانت السياسية والأمنية وخصوصا القضايا التي تحيط بالمنطقة ربما أعطى يعني دفعة قوية لهذه الزيارة، هذا التطابق القوي بين البلدين بين الرياض وعمان. قطعا، أولا يعني نحن نعتقد بأن المملكة العربية السعودية هي شريك استراتيجي وأساسي، وأن المملكة العربية السعودية هي من الدول العربية الكبرى التي يكون لتعزيز ومعزة موقعها تعزيز لكل الموقف العربي. نحن نريد للأشقاء العرب الأقوياء سواء كانوا في الاقتصاد أو في السياسة أو في حتى ديموغرافيا أن يتفقوا مع بعضهم البعض حتى يكون بإن مستقبل أفضل. الأردن كما تعلمون موقعه الجيوسياسي الآن يقف على حدود سوريا، حدود العراق، حدود الخليج وحدود فلسطين وكذلك مع إسرائيل. هذه كلها تجعل الأردن جاي في وسط هذه القضايا الساخنة جدا. ولنا طبعا يعني في البحر الأحمر يهمنا ما يجري فيه من أمن، خاصة ما يجري في اليمن الآن، ما يجري في الصومال مقابل ذلك، هذا كله تهديد لأمن البحر الأحمر، لأننا نحن والمملكة العربية السعودية قادرون ليس فقط على تبادل الاستثمارات الثنائية وإنما معا على فتح آفاق في أفريقيا وفي سواحل أفريقيا وجعل البحر الأحمر بحيرة يعني ممتدة تصل الجانبين عرضا، وليس بالضرورة أن يكون امتداد لقناة دولية تمتد من الهند والصين شرقا إلى الولايات المتحدة غربا. نحن نريد أن تصبح أيضا البحر الأحمر قناة عربية، لذلك هناك الكثير من الطموحات التي نأمل أن تتعزز. ونحن نعلم أيضا بأنه في كثير ملفات كلانا يستطيع أن يساعد الآخر، مثلا نحكي الآن على الطاقة النووية، هذا مجال للتعاون الكبير جدا. نتكلم أيضا عن مجال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، هذا أيضا كبير جدا. الطاقة المتجددة في المستقبل، هذا أيضا مشروع كبير جدا ونستطيع أن نتعاون فيه. مجال الاستثمار لم يعد حكرا الآن نقسم الدول العربية دول مصدرة لرأس المال ودول مصدرة للعمالة، لا، هذا تغير كثيرا. اليوم الأردني الموجود في المملكة العربية السعودية إذا وجد فرصة استثمار سيستثمر، هنالك حوالي 2 مليار استثمارات أردنية في المملكة العربية السعودية، كذلك في أكثر من 10 مليار استثمارات سعودية، ونأمل أن هذه تكبر. لكن نريد كل هذا أن يحصل ضمن تصور استراتيجي بأننا أصحاب علاقة واحدة وأن كلنا يواجه تحديات متشابهة، كلنا بده يجد وظائف للشباب، كلنا بده يوفر فرص العمل للشباب الصاعد حتى نؤمن مستقبلنا الاقتصادي. فلذلك أنا بعتقد أنه الدولتين بما لديهما من تجارب ومن أصول الحكم واستقراره أثبتا أنهما يمثلان النموذج الجديد. هذا الانتقال الآن من فكرة العلاقات التقليدية إلى فكرة بناء المستقبل هو التحدي الذي يواجهنا. وأعتقد أنه الواحد لما يشوف جلالة الملك حسين بشبوبيته وعمليته وكذلك سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وكذلك الروح التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين في زيارته المباركة التي ستبدأ إن شاء الله قريبا، نأمل أنه يعني يكون في تعزيز لكل هذه المبادئ وحتى تطويرا كمان للعمل العربي، لأن نعم. هذه الزيارة تسبق مؤتمر القمة. نعم. يعني سيد جميل، يعني هذا ما تحدث به الدكتور جواد ربما كان واضحا من خلال التحضيرات التي سبقت هذه القمة وأيضا ما سيتم توقيعه من اتفاقيات فيما بين البلدين، المجالس الاقتصادية التي الآن تعمل ومن بثق من المجلس التنسيق السعودي الأردن، كل هذا يوحي بشراكة قادمة اقتصادية سياسية أمنية وتعاون فيما بين البلدين مختلف تماما عما كان في الماضي. طبعا كما تعرف يعني المصير واحد والعلاقات التي تربط البلدين تاريخية راسخة، يعني لا يمكن تفويت أي عمل يعني تكاملي بين البلدين.
يعني على مدى العقود الماضية كان العمل يسير بهذا الاتجاه. الأهم أنه لو نظرنا يعني في المرحلة الراهنة أنه الأردن يعني عضو في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الذي نعم. تقود المملكة العربية السعودية. الأردن أيضا عضو في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب صحيح. الذي أيضا غرف عمليات وأيضا في المملكة العربية السعودية. الأردن أيضا والمملكة العربية السعودية عضوان في التحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق وسوريا. وأيضا شارك الأردن في تمرير يعني عاد الشمال. عملية التحديات الموجودة في المنطقة النظرة السعودية والأردنية واحدة، التطابق في وجهات النظر بهذا الاتجاه. أيضا زد عليها اليوم هو التوافق في كيفية بناء استراتيجية اقتصادية مستقبلية نافعة لأجيال وشعبي البلدين. هذا ما يتم التنسيق له، مثل ما ذكر الدكتور جواد بأنه فعلا اليوم العمل الاقتصادي لم لا يتوقف بأنه فقط هناك من هو يصدر وهناك من هو يستقبل عمالة، لا، اليوم العمل اللي هو تكاملي. أيضا النقطة الأهم أنه في اتفاقات غير الاتفاقات الاستثمارية، اتفاقات نحو الطاقة بين تقنية علمية. العدد كبير من الطلاب السعوديين اليوم يدرسون في الجامعات 4000 طالب في الجامعات الأردنية، سواء بعضهم على حساب الحكومة بعضهم على حساب الخاص. أيضا عدد كبير أيضا من الأخوة والأشقاء الأردنيين يعملون في المملكة العربية السعودية ويستثمرون، بالإضافة للاستثمارات الكبيرة أيضا في المقابل من قبل رجال الأعمال السعوديين. حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20 مليار ريال، يعني حوالي 5 مليار دولار. المفترض أن يتصاعد هذا الرقم في السنوات المستقبلية، خصوصا مخطط المملكة وبرامجها نحو يعني المملكة 2030. النظرة الموجودة اليوم بين البلدين هي نظرة نحو المستقبل، نحو تفعيل العمل العربي المشترك. نعرف أنه السوق العربية المشتركة 2020 يجب أن يكون هناك نماذج يحتذى بها. أنا أعتقد أن نموذج المملكتين في تفعيل هذا الأمر أنه هو أصبح يعني من الأمثلة التي ممكن أن تطرح ودروس يستفاد منها في هذا الأمر. الشيء الآخر في المقابل أنه اختلال الأمن في أي من المملكتين يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أي منهما. هما يدركان ذلك جيدا، المملكة العربية السعودية تدرك ذلك، المملكة الأردنية تدرك ذلك. لذلك هذا العمل حقيقي، يعني من وقت إلى آخر تروج بعض الإشاعات التي تحاول تدق سفين مثلا في بعض العلاقة أو فتور في العلاقة، لكن هل البلدين يتوقفان عندها؟ أبدا، يستمر هذا العمل وعملية التنسيق والتعاون وأيضا ترتيب الأولويات. وأنا أعتقد يعني لقاء العاهلين قبل القمة العربية سيعيد أيضا ترتيب الأولويات في القمة العربية في البحر الميت. لذلك هذه الزيارة بالتأكيد هي نحو تحقيق جادة حقيقية للعمل العربي المشترك. نعم، سنواصل النقاش ضيوفي الكرام، ولكن نستأذنكم لفاصل قصير ونعود بعد ذلك. أهلا بكم من جديد، وفي هذه الحلقة الخاصة ببرنامج من الرياض هنا من عمان، وعودة مرة أخرى إلى ضيفي نائب رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور جواد العناني ورئيس تحرير صحيفة عكاظ السيد جميل الذيابي. دكتور جواد، يعني المملكة الأردنية الهاشمية لا تتوانى إلى الاصطفاف إلى دول الخليج وإلى المملكة العربية السعودية في كافة القضايا، وتقف معها في العديد من هذه الملفات وبفاعلية قوية جدا. أيضا دول الخليج والمملكة العربية السعودية تبادل الأردن مثل هذه الاهتمامات المشتركة، وأيضا كأكبر مثال على ذلك زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الأردن يوم الغد. هذا صحيح جدا، يعني أن العلاقة الأردنية الخليجية هي علاقة قوية ومتينة جدا، لأن جغرافيا نحن نعلم أن الأردن لا يستطيع أن يصل أي دولة من دول الخليج إلا إذا مر في السعودية، إما برا أو بحرا أو جوا. فلذلك حلقة الوصل بيننا وبين دول الخليج هي المملكة العربية السعودية. نحن نعتز بعلاقتنا مع كل دولة شقيقة عربية في منظومة الخليج، ولكننا أيضا نعتقد بأن السعودية هي الأكبر والألصق بنا والأدرى بنا، تجمعنا بها حدود مشتركة طويلة جدا، هي أطول حدود للأردن مع أي دولة أخرى.
في نفس الوقت نحن نعتقد بأن الحدود بين البلدين هما يعني المناطق القريبة من الحدود هي مناطق شبه فارغة، يعني فلذلك سيحصل في المستقبل عمل تنموي كبير جدا في كل من المملكة العربية السعودية والأردن من أجل تعزيز تلك المناطق. هذا بيقرب السكان أكثر وبيجعل قضية التلاحم فيما بينهما مهمة جدا. لذلك ما يفكر الناس أنه عملية الاستثمار السعودي مثلا في الأردن في المستقبل هي عملية فقط للأردن، هي كمان أيضا تعود بالنفع على المملكة العربية السعودية. هذه العقلانية في تناول القضايا المشتركة هي التي توسع الأفاق، تجعل الأفاق. أما قضية والله بدنا إنساير لأنهم شقيق عربي، لا، يعني يجب أن نطبق معايير الموضوعية في التعاملات فيما بيننا، هكذا نرتاح، نرتاح نحن ولا ويشعر كل واحد أنه مستفيد من هذه العلاقة. فعودة إلى دول الخليج، نحن طبعا 70% سيدي من دخلنا بالعملات الأجنبية يأتينا من دول الخليج، السبب لأنه في إن عمالة، في إن تجارة، في إن في مساعدات، في قروض سهلة، في حوالات عاملين بالخارج إلى آخره، كل هذه خدمات صحية، سياحة، كل هذه تربطنا بدول الخليج. لذلك الأردن يعلم تماما قيمة علاقته مع دول الخليج وهو يريد الحفاظ عليها، ويعلم تماما أن طريقة لذلك يمر عبر المملكة العربية السعودية. لذلك نحن نرى في زيارة خادم الحرمين تعزيز لهذه العلاقة في مفهومها الأشمل وليس فقط على المستوى الثنائي رغم أهميته الكبرى. نعم سيد جميل، يعني في إطار مأسسة العمل إن صح التعبير للقائم فيما بين البلدين بين الرياض وعمان، يوم الغد يتم افتتاح المكتب الدائم لمجلس التنسيق الأعمال السعودي الأردني في الأردن. تعرف يعني لا شك أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة الأردنية الهاشمية هي تعزيز التعاون القائم بين البلدين، لكنه أيضا بدءا من الغد يدشن لمرحلة جديدة من التنسيق، التعاون، التكامل، أيضا العمل الذي يأخذ مسارات متعددة ليست فقط في المجال الاقتصادي وحده وإنما أيضا في الاستثماري وأيضا في التجاري، بالإضافة إلى الملفات السابقة مثل ما العلاقة الاستراتيجية التكاملية. الأردن على مدى عقود يعني يتلقى كثير من المساعدات من المملكة العربية السعودية، لكنه أيضا في نفس الوقت يقوم بأدوار كبيرة جدا لمصلحة المملكة ودول الخليج. يعني الأردن هو حارس البوابة الشمالية وله أدوار كبيرة جدا تتكامل مع الدور الخليجي، ونعرف بأنه أيضا طرح في السابق في إحدى القمم الخليجية انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، ولا تزال اللجان مستمرة في الاجتماعات في هذا في هذا في هذا الإطار. ويعني لا تستغرب في يوم ما انضمام الأردن في إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، أولا من ناحية التكامل أو من ناحية الكراتيريا في الكراتيريا الاقتصادية. هو بهذه الطريقة في تعزيز العمل الاقتصادي المبني على العمل المؤسسي، بلا شك أنه في المستقبل سيصبح هناك ارتياح أردني ببنيته الموجودة بما يتكامل أيضا مع العمل الخليجي في مجموعة الدول الست. الشيء المهم أيضا بأنه الأردن أيضا يتكامل مع الدول الخليجية ويتطابق معها في جميع الملفات أيضا التي تؤثر على السياسات الخليجية، في من ناحية التدخلات الإيرانية لديه موقف لصد إيران، ونذكر أنه الملك عبد الله الثاني هو أول من أطلق يعني تسمية الهلال الشيعي عندما كان في واشنطن في عام 2004 وأطلق هذه التسمية أو هذا التوصيف، وبالفعل لاحظنا ذلك مستقبلا. أيضا في موضوع بقاء العراق آمن موحد مستقر، أيضا هذا يعني الأردن لكونه أيضا جار وحدودي، ويعني الدول الخليجية بشكل مباشر. هناك تماس أيضا في الحدود مع المملكة العربية السعودية يصل إلى 800 كيلو متر مربع. أيضا في موضوع سوريا وموضوع اللاجئين المملكة العربية السعودية ودول الخليج يعني هذا الملف، والأردن أيضا يعني هذا الملف لأنه أيضا يتحمل أعباء كثير من اللاجئين الموجودين أيضا على الأراضي الأردنية بما يتجاوز المليون نسمة.
كثير من هذه الملفات عملية التكامل سواء من الناحية الاستراتيجية السياسية الاقتصادية التجارية الاستثمارية هي بوابة نحو تحقيق عمل استثنائي في سبيل أن تصبح فعلا المملكتين يعني البلدين يحققان أرضية وعمل تكامل دور ريادي يعني للمنطقة ليس فقط للبلدين. على سبيل المثال للإقليم أيضا. نعم يعني على سبيل المثال دكتور يعني الآن اللاجئين السوريين الأردن تتحمل أعباء كبيرة واستضافتهم، المملكة العربية السعودية تقدم الدعم لمملكة الأردن وللاجئين السوريين سواء كان بشكل مباشر أو حتى عن طريق المملكة الأردنية. صحيح، المملكة العربية السعودية تساهم ونحن نقدر هذا تقديرا كبيرا، والسبب طبعا لأنه الأردن الحقيقة يستحق أن يساعد. يعني خليني أكون بهم شوية حد بلدي أتكلم بلغة شوية أنانية، يستحق هذه المساعدة التي تكرم بها المملكة العربية السعودية. السبب لأنه الأردن الحقيقة بحفاظه على أمنه وبإثباته بأنه دولة قوية وعميقة استطاعت أن تستوعب مجريات وتقلبات الربيع العربي أو ما سمي بالربيع العربي، استطاع أن يصمد أمام هذا المد. تعرف أنه عدد سكان الأردن الآن بسبب اللاجئين يساوي ما كان متوقعاً أن يكونه عام 2030. فنحن ضغطنا ضغطاً كبيراً جداً بأن نوفر خدمات وبنى لعشرة ونص مليون نسمة في الوقت اللي كان متوقع أنه عدد سكاننا يصل 9.5 فقط مليون نسمة عام 2030. لذلك سيدي يعني هذا هو حجم العبء الذي يتحمل الأردن. إذا الأردن بقي صامداً وهو على هذه البوابة، وقلنا أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن المملكة العربية السعودية والعكس إلى حد ما صحيح على الأقل على المناطق الحدودية، فهذا يعني بأن لنا مصالح مشتركة الآن في هذا التعاون في هذا التآلف الذي نسميه. وكما قلتم نحن أمام تحديات جديدة لسه، يعني بعد مؤتمر القمة سنكون يجب أن نستعد ونتعاون في مواجهة التحدي الإيراني، يجب أن نكون جاهزين بمواجهة تحديات احتماليات ما يمكن أن يجعل القضية الفلسطينية، نحن يجب أن نكون مستعدين لما يجري التحولات في اليمن، مستعدون لكل بعض الدول العربية التي ما تزال يعني بتهمنا كلنا لكن موقفها الداخلي هش. فكل هذه أمور بتأثر على مستقبلنا، يجب أن نتعاون فيها، يجب أن نكون صوت العقل الناطق فيها. وأنا أتمنى من الذين تحمسوا جدا لما قدم اقتراح بانضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون، وما أزال أقول بأن هذه خطوة منطقية جدا، والسبب لأنه كان في هنالك في السابق موانع نفهمها ونقدرها، لكن الآن الحقيقة تغيرت الصورة وأصبح الوقت مناسبا للنظر في هذا الموضوع. وإذا لم يكن ذلك ممكنا فعلى الأقل يعطى الأردن المعاملة الفضلى في من دول مجلس التعاون حتى ما يصبح عضو في المستقبل. نعم. يعني سيد جمال أيضا النظرة المستقبلية للمصير المشترك ربما ستطغى بشكل كبير على زيارة خادم الحرمين الشريفين وفي الملفات التي سيتم نقاشها وطرحها، خصوصا أنه الأردن والمملكة العربية السعودية طوال الفترة الماضية كان هناك توافق بشكل كبير في العديد من الملفات، وأيضا مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في عاصفة الحزم، في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، في تمرين رعد الشمال، هناك توافق وتطابق إلى حد كبير في الجانب السياسي والأمني بين البلدين. ترفيه يعني هي لقاء الملوك، هو لقاء المصير. المرحلة صعبة، الاستحقاقات كثيرة والتحديات أكبر، ولذلك هذا اللقاء هو لإعادة ترتيب الأولويات على بنية العلاقات. يعني لقاء خادم الحرمين الشريفين بالعاهل الأردني سيكون يعني واضحة كثير من الأجندات الموجودة في هذا الأمر. أولا الموضوع السياسي، منع التدخلات أو رفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، موضوع دعم المعارضة المعتدلة في سوريا وفق أيضا مقررات جنيف 1 وجنيف 2، موضوع مكافحة الإرهاب وجماعات العنف والتطرف وهزيمتها والإصرار على ذلك وفق أيضا خطط وعمليات التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، أيضا موضوع اليمن وإعادة الشرعية، وهذا أيضا الأردن عضو في هذا الأمر. الموضوع الاقتصادي وأيضا
دعم الشباب، كما نعرف أنه نسب سواء في الأردن أو في المملكة العربية السعودية كل نسبة 65 فوق 65% من الشباب. من الشباب، تمكين الشباب وأيضا توسيع هامش عمل المرأة وأيضا الاعتماد على الذات لمشاركتها أيضا في مستقبل البلدان العربية. كل هذه الأمور ستكون موجودة، والعاهل السعودي والعاهل الأردني أيضا يعرفان جيدا بأن المستقبل لا يمنح كل الخيارات، لكنه أيضا يرسم الكثير من الخطوط، وأنا أعتقد أنه في هذه الزيارة سيتم رسم أيضا أطر نقاط الالتقاء وأيضا ترتيب الأولويات والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق وأيضا الالتقاء أكثر وأكثر لسبيل ولمصلحة الشعبين. نعم دكتور جواد، يعني بعيدا عن المستوى الرسمي والمستوى يعني الهرمي والسياسي فيما بين البلدين، على المستوى الشعبي نلاحظ هذا الترحيب الكبير بالزائر الكبير إلى الحقيقة في توقعات كبيرة. يعني نحكي بصراحة زيارة خادم الحرمين للأردن بني عليها أمال وتوقعات، يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى. بتعرف الأردنيين في هذه المرحلة وهذه، يعني كلنا نمر الآن في وضع اقتصادي لم يكن هو أحسن العالم كله. كنا الآن في عنا قضايا جديدة مستجدة يعني بسبب الظروف الدولية والإقليمية والحروب وغيرها، لكن الحقيقة إنه علاقتنا بالمملكة العربية السعودية لها يعني حالة خاصة جدا كلية مختلفة، وهي نأمل ويبني المواطن الأردني أمالا على هذه الزيارة، وأنا متأكد مثل ما سمعنا أيضا بأنه لن تكون محصورة في الجانب الاقتصادي، سيكون هناك توقيع عدد من الاتفاقيات الكثيرة، وأنا متأكد أنه مما لمست أنا لما كنت في الحكومة ومن عملي على هذا الملف لمست من يعني زملائي أصحاب المعالي الوزراء في المملكة العربية السعودية، من سمو ولي العهد أيضا الشاب المتميز، وجدت عندهم جدية كبيرة في التعامل مع الملف الأردني وحرفنا، يعني في جدية وفي حرفنا، هذا الشيء أعتقد أنه إذا ترجم الأمر الواقع سيتناسب مع العقل الجديد مع العصر الجديد الذي نعيشه، وهذا مطمئن لكثير من الأردنيين بأن المستقبل علاقات إن شاء الله ستكون في خدمة البلدين بإذن الله. نعم سيد جميل، أتيك على هذه الزيارة وتوقيتها والذي يأتي قبيل يعني القمة، تأثير هذه الزيارة ولقاء الملك سلمان بالملك عبد الله قبيل انعقاد القمة وانعكاسها الإيجابي على هذه القمة؟ طبعا بالتأكيد، أنا أعتقد أنه يعني هذا اللقاء قبل القمة هو يرسم يعني كثير من ما يمكن أن تنتج صحيح عنه يعني قرارات القمة العربية. نعرف أنه هذا اللقاء هو لقاء لدولة هي ترأس القمة العربية، والخادم الحرمين الشريفين هو من دولة مؤثرة جدا ودولة هي قبلة 1.5 مليون مسلم حول العالم، بالإضافة لأنها واحدة يعني من دول مجموعة 20، بالإضافة إلى أيضا والأهم أيضا أنه هي الدولة المصدرة الأولى للنفط والتي تنام على يعني وسائد الاحتياط النفطي العالمي، ولديها أيضا من الاحتياط النقدي أيضا في صندوق النقد الدولي من الأرقام من المحصلة الأولى. لذلك المملكة العربية السعودية دولة مستقرة، الأردن دولة مستقرة، كلاهما يعنيه أمن واستقرار البلاد العربية، هناك اتفاق على الكثير من الملفات السياسية وأيضا نحو رؤية سياسية مشتركة، راح نحو رؤية أيضا اقتصادية نحو العمل العربي المشترك والسوق العربية المشتركة أو كيفية الاستمرار في هذا الأمر. أنا أعتقد أنه يعني هذا اللقاء سينتج عن كثير من قرارات القمة، أو البيان الذي سيصدر بعد لقاء العاهلين سيكون هو نتاج للقمة العربية. نعم أختم معك دكتور يعني جواد بدقيقة لو تكرم، بمجلس قطاع الأعمال الذي كان نشطا خلال الأيام الماضية فيما بين البلدين وتمهيده للعديد من الاتفاقيات التي ستوقع يوم الغد. الحكومات يا سيدي تخطط وتراقب وترسم، لكن الذي ينفذ في الميدان على المستوى الاقتصادي والقطاع الخاص في البلدين. فإذا قام هنالك مجلس أعمال، مجلس الأعمال هذا تحرك وبدأ يبحث عن فرص العمل، للأصحاب الأعمال لغة
خاصة بهم يتفاهمون عليها. صحيح. ومتى ما تفاهموا ووجد الإطار السياسي المناسب ستزداد حجم الاستثمارات ويزداد التعاون بشكل كبير لما فيه مصلحة الأطراف كلها. نعم. فلذلك أنا متفائل بأن هذا سيكون أيضا دعما للجهود واستكمالا. نعم. لها. شكرا لك الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، أيضا شكر يمتد إلى سيد جميل ذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ، فشكرا لكم. شكرا.